كده كويس. تقول ايه؟ بص يا تمريض، بص يا تمريض تاني. دكتورة هند ودكتورة صراحة مفيش عندك طوق بحث وشيل طوق بحث. شش، حد يمنش عليا يالا. النحس اللي يمثل لك ايه؟ اللي خدت تمريض بعد ما كتبت له. الإجابة ايه؟ الإجابة ايه؟ الإجابة ايه؟ بص، هي تمريض لا صعبة ولا سهلة، دي حلاب كده بتمط. يعني بطة براس قطة. احلى ياسر في الدنيا اقسم بالله. سنه رابعه ده كانت معجنه، لان ما ينفعش تعدي على سنه رابعه من غير ما تتلسع في امتحانات النفسيه. سيبك سيبك، المهم الصح. بقت في الناس ولما الدكتور يسالني في الشفوي يقول لي انجليزي يا ابني. ما اروح الشؤون اخلص ورق اقعد طول اليوم عشان استاذ فلان بيفطر، واستاذ فلان عند الوكيله، واستاذ فلان بيصلي الظهر، لا بيصلي العصر. قال الله اكبر وان صلى العصر في 4 ساعات. انا كنت بغش في مزاج المراق. وانا خاف من ايه؟ خاف من ايه؟ خاف من ايه؟ من